عرف الملك سعود ابن عبد العزيز ثاني ملوك المملكة العربية السعودية بكرمه البالغ مع شعبه وضيوفه، فكان دائماً ما يجسد أسمى شيم الكرم لدى الأسرة الحاكمة، وفي استقباله لقادة وزعماء الدول العربية على أرضه كان يأمل في أن يلتقط لهم نجمة من السماء. لكن حادثة غريبة كادت أن تودي بتلك السمعة الطيبة، بطلها الرئيس السوري الراحل شكري القواتلي، فكيف تداركها الملك سعود وعلى أي وقع انتهت؟ أنا صفا زياني أحييكم، وهذه تفاصيل قصتنا. في أعقاب إعلان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956، دعت المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر عربي طارئ يهدف إلى تشكيل اتحاد للتضامن مع القرار المصري في وجه أي عداءات قادمة. وكان من المقرر أن تحط طائرتا ناصر والقواتلي في مدينة الظهران. سافر الملك سعود وولي عهد الأمير فيصل ابن عبد العزيز لاستقبال الزعيمين، حيث وصلت طائرة الرئيس شكري القواتلي أولاً، واستقبله الملك وولي عهده الاستقبال اللائق المعتاد. وبعد ساعات قليلة حطت طائرة الزعيم المصري جمال عبد الناصر رحالها، واستقبله الملك سعود بحرارة بالغة. وفي طريق العودة إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن قضت المجموعة العربية ليلتها الأولى في مدينة الدمام، تجمع أكثر من 10,000 مواطن سعودي للترحيب بضيوف المملكة الكبار في حضرة الملك المعظم وولي عهده البارز، وذلك على جانبي الطريق المؤدي إلى قصر الحمراء. كانت الأمور تسير بصورة جيدة داخل مطبخ القصر الملكي، إذ يعمل الطهاة على قدم وساق من أجل إعداد وليمة رائعة على شرف الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ولسبب غير مفهوم لم يبلغ مشرفو أو طاقم الضيافة بحضور الرئيس السوري أيضا ضمن الوفد، وهو ما ولد تعقيدات مذهلة لطاقم العمل في صباح يوم الوليمة. وليمة الملك سعود التي صنفت في ذلك الوقت بأنها الأكثر روعة في تاريخ البلاد، إذ كلفت القصر الملكي السعودي ما يعادل 600 دولار أمريكي، حيث جمعت المائدة الملكية بين العديد من أصناف الطعام العالمية المعدة بكل احترافية، فاشتملت على كبد الأوز المسمن على طريقة ستراسبورغ، والبط المكبوس، وطبق جزر فيجي الملوح بالزيت، وكرات البطاطس المقلية الباريسية، وسلطة نابليون، وأرز بلاف وغيرها. وبوصول الرئيس عبد الناصر من قصر البديعة وانضمامه إلى الضيوف المحتشدين لاستقباله، سادت حالة طوارئ داخل القصر الملكي، حيث ركض سكرتير الملك بانفعال إلى غرفة السفرة ليخبرهم بنبأ غير سار، ضيوف جدد على وشك الانضمام، الرئيس القواتلي و20 مرافق له. وعلى الرغم من أن المائدة تكفي لأكثر من 100 شخص، إلا أنه وبمجرد العلم بحضور الرئيس السوري حتى سادت حركة غريبة في المطبخ الملكي وغرفة السفرة، فحتى لو كفى الطعام العدد المتوقع فكيف سيجلس كل هؤلاء على طاولة السفرة؟ ويبدو أن حشر المقاعد هو الطريقة المثلى لتجاوز الموقف. بحنكة الملك سعود علم ما ترمي إليه نظرات مشرف القصور الملكية آنذاك السويسري هوسيه أرنولد المتوترة، وبمجرد الولوج إلى غرفة السفرة أرشد ضيفيه إلى مقعديهما وبدأت الوليمة، وسارت الأمور بشكل جيد جدا. واستغل الملك سعود موقفا رائعا من الشيخ فهد قيم القصر بتعريب أسماء كافة الأطباق الموجودة على الطاولة الملكية، فعلت ضحكات الزعماء الثلاثة لما تحمله مطبوعة المائدة من أسماء مصرية، والتي جعلت من اسم البطاطا الفرنسية بطاطس القاهرة، والسلطة سلطة رمسيس، وتحولت الأطباق الأخرى إلى البط المكبوس تحت أغطية الأهرامات، وكبد أوز الإسكندرية وجزر طيبة وفطائر النيل لتشكل توليفة طريفة وغريبة من الأطباق. وينسى الحضور أمر المقاعد التي لا تستوعب العدد. تلك كانت إحدى أطرف خبايا القصر الملكي في السعودية، وبرهاناً على قوة العلاقة العربية.